هو انا اصلا احط بكالوريوس ومش ازاي؟ موجود في المنهج؟ لا طب اسال حازم السؤال ده اتفضل. اللي هو انت عامل ايه؟ انت اخبارك؟ طمني عليك وعلى الاسره و... لا انا عامل ايه؟ حاجه مهمه جدا. بص يا سيف انت مش الواحد بيحسش بيغلى لما يبطل، ان انت لما تبطل وراك جمهورك، الجمهور ده يعني سيبك من الكوره، بعد الكوره بيظهرك في حاجات كتير. مليون في المية كلامك صح. ما عشان كده بقول لك انت بتبني ده ازاي؟ انك بتقعد في نادي بتعمل بطولات وبتكسب بطولات، الناس بتحبك، الناس بتبتدي تبقى في ظهرك من كتر السنين اللي بتقعدها في النادي. تنصحه بايه بقى؟ انا مثلا يعني انت النظر ما خلص، هو راح ينصحه فيه؟ هو مشي من الزمالك خلاص. هو دلوقتي هو مشي من الزمالك. دقيقة واحدة بس، هو دلوقتي في النص. لا مش يوم بنص، هو خد قرار مشي من الزمالك. دقيقة واحدة بس، انت هو انت هتفرق قرارات؟ هو دلوقتي في النص، في تصريحات من الزمالك ان ممكن كهربا يرجع، وفي تصريحات ممكن يبقى ليه وجهة أخرى. أنت دلوقتي رأيك؟ هو كسر، بص كهربا كسر حاجة بينه وبين جمهور الزمالك، انه ساب النادي ومشي. يعني انت شايف ان هو انا ما اعرفش قراره هو اللي خده من بناء على انت شايف ان هو ما يقدرش يرجع؟ انا شايف ما يقدرش يرجع، الجمهور مش هيتقبله يعني. صعبه. وعلى فكره المسؤولين برضو مش هيتقبلوه، سيبك من تصريح المسؤولين بان النادي، لا دي حاجات يعني هو خد الاكشن خلاص. لا يعني دي بوليتكس، انت فاهم كويس قوي، دي حاجات سياسيه ان انا بفتح له الباب دلوقتي. لا عشان بس امير صرح. لا لا ما صرح، انا عارف امير صرح، هو صرح ان الكهرباء عايز يجي. لا 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 ما مش ده، مش ده السبب الرئيسي. ما في فرق، انا ممكن اقول لك تعالى ايه تعالى معايا اقعد معايا، انا عايزك في البرنامج ده شويه معايا، بس انا ببلان لحاجات تانية. حتى لو بلان، بس انا فتحت لك السكه لو عايز. لا لا ما انا بفتح لك السكه عشان افتح لك السكه. في حاجات بوليتكس ما ينفعش تتقال، بس انا بطرق معاك. انا هديك رقم كبير هجيبك هتشتغل. انا عايز اقول حاجه في الكوره عامه، اللعيب اللي بيدي نادي كتير وبيبطل، الجمهور ده هيفضل شايلك طول عمره على دماغه، وهيفضل في ظهرك كتير، وتحصل لك مشاكل في الحياه كتير، هتلاقي هو واقف في ظهرك جمهورك. لكن اللي بيروح من الزمالك لاهلي او من الاهلي للزمالك، لا ده لا هتلاقي حد قوي معاه في ظهره لما يقع، مش هتلاقي يعني مش بيفيل بعد كده، بيحس ان هو لون، هتحس ان هو في النوير، مفيش حد قوي يعني. وده برضه لا يقلل من نجوميه الناس. لا طبعا دي. لا على فكره الناس نجوم في الملعب بيبقوا جامدين جدا، وكوره احسن مننا بكتير. انا بتكلم على الظهير الشعبي الجماهيري. لو كسرت الدنيا في الزمالك وبعدين رحت الاهلي كسرت الدنيا، مش هيبقى برضه بنفس التوق لما تبقى في نادي واحد تقعد فتره كلها الناس كلها شافاك في نادي ده، اديت للنادي ده، فالنادي بيبقى وراك، الجمهور كله بيبقى وراك، بتعمل بقى حاجات بعد كده وحشه، بتعمل كويس بس الناس بتحبك. كابتن حسام حسن يتحسب على ايه اكتر، الاهلي ولا الزمالك؟ لا بص، حسام حسن قعد في الاهلي، هو ابن النادي الاهلي طبعا، لكن جه الزمالك كسر الدنيا وبسببه خدنا معاه بطولات كتيره جدا. جمهور الزمالك حبه جدا لفترات كبيره جدا، ويمكن جمهور الزمالك حبه اكتر لان في جماهير في الاهلي ما شافتش حسام مثلا صغيرين شافوه هو في الزمالك. يعني هو يتحسب على انه جمهور؟ بص كابتن انا اشوفه على جمهور مصر كله، ان ادى الاهلي كتير جدا وخد مع الاهلي بطولات كتير جدا. لكن لما مشي من الاهلي في ناس لعمك كانوا بيحبوا حسام راحوا وشجعوا الزمالك مع كابتن حسام، واكتسب جماهير كبيره جدا في نادي الزمالك. لكن زي ما بقول لك في الاخر بعد كده، يعني انا شايفه يتحسب على جمهور مصر، ان حسام مصر على مصر كلها يعني. لكن اكيد بتهيألي المرجعيه عنده النادي الاهلي اكتر.